بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، المنتخب الفلسطيني لكرة القدم خاض عدة مباريات في الفترة السابقة من كم من يوم، يعني من أيام بسيطة، وصراحة جاب عدة أهداف خطيرة، أهداف خطيرة صراحة. يعني هذه كانت يعني المباراة الحاسمة صراحة. أيضا جاب 5 أهداف في الصميم، شق الجول شق. نعم إخواني الأفاضل، المنتخب الفلسطيني يعني لا تستهينون فيه، إذا انتفض انتفض. المنتخب الفلسطيني إذا لعب لعب، إذا لعب يلعب عدل. نعم إخواني الأفاضل، وأنا صراحة حاب أني أنا أبارك للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم الانتصارات الجميلة والحلوة واللي تثلج الصدر اللي حققها في الفترة البسيطة السابقة. وأنا صراحة عندي رسالة لإخواننا الفلسطينيين وأعضاء المنتخب الفلسطيني، استمروا على ما أنتم عليه، لأن والله إذا فعلا يعني لعبكم الحلو يعني روحكم القتالية في اللعب واستمريتوا على هذا المنوال، فعلا فعلا أنا أتوقع في أقرب فرصة راح تحرزون لقب الكأس وراح تفوزون بالكأس، وحتى يعني ممكن تفوزون في المستقبل بكأس العالم. والله إخواننا الأفاضل، والله أهلنا في فلسطين مع هذين راح يرفعون الكأس وراح يفوزون بالبطولة. نعم أنا معكم، استمروا وأنا أكبر داعم ومشجع لكم، وبإذن الله نشوفكم رافعين الكأس. أتمنى رسالتكم وصلت ولا وصلت.